وافقت على المشاركة. في يوم المباراة ذهبت أنا والطبيب برنمبوك إلى نادي الهلال وفكينا الجبس من اليد وشاركت في هذه المباراة، والحمد لله كنت خير من مثل في هذه المباراة، وأوفيت بالشيء البسيط لنادي الهلال، وأنا سجلت هدفين في هذه المباراة، الهدف الأول والهدف الثالث. وبعد الهدف الثالث أصابني شد عضلي قوي، وذلك بسبب قلة التمارين لأنني لم أخذ معهم تمارين كثيرة ولا مشارك في المباراتين لدوري الثمانية ودوري الأربعة، وبذلك سبب لي شد عضلي في الرجل وخرجت خارج الملعب وأنا ما أكمل المباراة. والحمد لله انتهت المباراة ب3-1 وحصل نادي الهلال على كأس جلالة الملك المعظم. كابتن إبراهيم اليوسف الحارس الأمين وأحد أبرز حراس مرمى الهلال، لعب في فريق الناشئين وفريق الشباب، ولعب مع الفريق الأول من عام 1391 حتى عام 1405 للهجرة، وكابتن للهلال من عام 1400 حتى عام 1402 للهجرة. كانت الروح المعنوية في عام 1400 للفريق عالية جدا، وفوزنا بكاس جلالة الملك في ذلك العام كان نتيجة جهد وأخلاص وعرق من الجميع، خصوصا وأنها جاءت بعد فترة غياب عن بطولات كأس جلالة الملك، وفي نظري أنها هدية صغيرة لجمهور كبير وعظيم لا يقبل إلا بطولات التحدي. وحيرفع ويرفع على رأس الجربوع الجربوع. شاركت مع فريق الهلال في نهائي الكأس عام 1402 أمام فريق الاتحاد، وقد مثل الهلال في هذه المباراة الكابتن صالح النعيمة وحارس المرمى إبراهيم العبود وحسين البيشي وسلطان المهنة وعبد العزيز الراجح وخالد الغانم وفهد المصيبيح وصور بشير وعادل عبد الرحيم، وقد كانت نتيجة المباراة 3-1 لصالح فريق الهلال، وكان مدرب الفريق في ذلك الوقت هو المدرب البرازيلي في الهلال. ومنصور داخل وبيلعب على المرمى، من المواقف الطريفة اللي تحصل في المباريات انه في احدى المباريات كانت بين نادي الهلال ونادي الشباب سنة 1402، وكان الشباب متقدم بهدف والمباراة خروج المغلوب، والوقت الاصلي تقريبا انتهى فخرجت من الملعب على اساس نتفادى الازدحام، ووصلت إلى البيت وطلبت الغداء، كنا أيامها إذا كان في مباراة مهمة الواحد ما يتغدى إلا بعد المباراة لأن المباراة كانت مقامة عصرا، وأنا أتناول طعام الغداء إذا بأحد الأخوة يقول لي ما ودك تشوف بقية المباراة، سألته أي مباراة، إحنا طلعنا مهزومين وخروج مغلوب، قال لا أنه حصل التعادل وأنه في وقت إضافي في ضربات جزاء، فما كنت مصدق وواصلت التناول الغداء، لما قمت وشاهدت التلفزيون إلا فعلا في ضربات جزاء، فكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي وموقف يعني مؤثر، لأنه كان جهد سنة كاملة وكانت خروج المغلوب، ووفق النادي يومها بالفوز على شقيق نادي الشباب، وهذه المباراة يسموها المباراة هدف خالد الغانم لأنه كان مشهور الهدف وتحقق في الوقت الضائع. تتلعب معك عبد الرحمن صالح، عبد الرحمن صالح لعبها طويلة قدام تروح لخالد الغانم، بعيد خالد الغانم شوتها بالجول، سيبه معقول. الهدف الأول للهلال في الوقت الضائع، في الوقت الضائع سجل الهلال التعادل. يا الله كرة حلوة من خالد الغانم، المباراة لازم حيكون فيها ضربات جزاء. الضربة الأخيرة للشباب، عبد الله السويلم حيسددها وصدها الحارس، انتهت المباراة الآن بفوز الهلال بأربع ضربات جزاء غير الهدف، معناته النتيجة. بعد مباريات كثيرة مع الفرق المنافسة وصل الهلال إلى نهائي كأس عام 1404 للهجرة ليلاقي الأهلي بطل كأس عام 1403 للهجرة وبطل دوري عام 1404، وكانت المباراة حاسمة. هيشوط تحت المرمى ولعبها للمرمى. مثل الهلال
الكابتن فهد عبد الواحد، صالح السلومي، وأحمد نيفاوي، وحسين البيشي، وسلطان مهنة، وعبادي، وخالد الغانم، وفهد المصيبيح، وعادل عبد الرحيم، وعبد الرحمن اليوسف الذي لعب في آخر المباراة، ومنصور بشير، وهذال الدوسري، وعبد الرحمن القحطاني الذي لعب في الشوط الثاني، وكان المدرب بروشكش. عادل دخل منطقة الجزاء، لعبها بالعرض وفي المرمى، ويسجل عبد الرحمن الهدف الرابع في منطقة استراتيجية. يتقدم الآن كابتن نادي الهلال فهد عبد الواحد فهودي، ويتشرف بالسلام على جلالة الملك ويسلم وحفظه الله الكأس الذهبية ويرفعها فهد عبد الواحد. حصل الهلال على الكأس عام 1400 للهجرة، ونافس عليه عام 1401، وحصل عليه عام 1402 للهجرة، وامتلكه في عام 1404 للهجرة لحصوله عليه 3 مرات. كان الجمهور هو النجم الحقيقي في هذه المباراة، خصوصا أن كابتن فريق لم يكن موجودا، وفريق الأهلي بمدربه الشهير تيلي سنتانا كان في أفضل مستوى له، ومرشح وبشدة من قبل المحللين الرياضيين والإعلاميين للفوز بالكاس في هذه المباراة. عبد الرحمن اليوسف مدفعج الهلال أفضل خط وسط هداف، 79 هدفا، لاعب دولي، تخرج من مدرسة الهلال للكرة، وهو ثالث هداف في الدوري السعودي. انضممت إلى نادي الهلال في عام 1398 هجرية كلاعب تنس ولاعب كرة قدم في ناشئين النادي. التحقت بالفريق الأول في عام 1404 وشاركت في نهائي الكأس، وكان لي شرف التسجيل الهدف الرابع في مرمى النادي الأهلي، وبذلك الهدف تم الحصول على البطولة. الهلال الزعيم، لقب جميل لم يتحقق بسهولة ولم يأتي من فراغ، وإنما جاء نتيجة تاريخ حافل بالبطولات والأمجاد منذ تأسيس الهلال وإلى الآن. ما هو السر في استمرار بطولات الهلال رغم تغير اللاعبين ورغم غياب اللاعبين ورغم تغير الإدارات؟ هل هو السر في حب الجماهير أو في إخلاص اللاعبين أو ماذا؟ أنا أريد أن أقول فقط أن السر هو أنه الزعيم، وهذه وحدها كافية، ولم تأتي من فراغ ولم تتحقق بسهولة، وإنما بالجهد والإخلاص ومحبة الهلال من قبل الجميع. وفي عام 1404 للهجرة انتقل نادي الهلال إلى مقره الجديد بالعريجة ليتناسب مع حجم وسمعة نادي الهلال، وحقق هذا المقر أهدافا كثيرة جدا، أهمها انتشار الألعاب المختلفة وتعددها، واستقطاب عدد كبير من اللاعبين والممارسين للأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية. وعمل الهلاليون على أن يكون كأس عام 1404 للهجرة هو أول الكؤوس التي يرصع بها مقرهم الجديد. الحمد لله، كان عام 1404 عام خير وبركة، إذ انتقل نادي الهلال إلى مقره الجديد أسوة بالأندية السعودية الأخرى التي وهبت هذه المقرات من الدولة أيدها الله. وتيمنا بهذه النقلة حصل الفريق الهلالي الأول على كأس الملك، وكذلك الفريق الثقافي لنادي الهلال حصل على بطولة مجلس التعاون في 4 مرات، عام 1404 وعام 1409 وعام 1411 وعام 1418. والنشاط الثقافي والاجتماعي بالنادي متميز بتميز النادي بين الأندية السعودية، فهناك المشاركة في الأسابيع المختلفة التي تنظم في مدينة الرياض، وكذلك المشاركة في المحاضرات المتنوعة بتنوع مواضيعها على مختلف العام، ولعل أميزها المحاضرة التي ألقاها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء يحفظه الله. بدأ نشاط الكاراتيه في الهلال قبل الانتقال إلى المقر الجديد في عام 1398، وتطور النشاط في المقر الجديد. وفي نفس عام التأسيس
احتفوا في الفريق